مساء الخير ست جوال. مساء النور. اول شيء شكرا لتلبيتك اتصالنا. نهار السبت بنعرف انه يوم عطله، ولكن بهمنا نعرف ماذا بعد تخطي رقم المليون، اي ما يعادل ربع سكان لبنان، علما انه هيدا الرقم عند المفوضيه كان قبل ينشر بالصحف الى انه من زمان تخطى الرقم المليون، ولكن اليوم رسميا اصبح الرقم مليون. مضبوط. نحن بالفعل نهار الخميس الماضي سجلنا لاجئ رقم مليون بالمفوضية. نحن الحكومة اللبنانية عم تحكي عن أرقام ما بعد المليون، وهي الأرقام اللي عم تحكي عنها الدولة هي أعداد المواطنين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، ولكن نحن كمفوضية رقم المليون هو فقط عدد الأشخاص يلي توجه شخصيا على مراكز المفوضية اللي موجودة ببيروت بزحلة بطرابلس أو بسور وتسجلوا مع المفوضية. نعم. إذا بدي أسألك بشكل عام، هالمليون شخص يلي اليوم سجلين مع المفوضية، شو وضعهم الاجتماعي وشو المساعدات اللي عم بتلقوها؟ لطالما كمان عم نسمع إلى أنه صحيح عم تتقدم مساعدات للبنان أو تقدمت مساعدات للبنان، ربع ما وصل، نص ما وصل، الكمية يعني غير كافية لهالعدد يلي مسجل لدى المفوضية، وما هو وضع النازحين السوريين الغذائي والصحي والجسدي يلي متواجدين عنا بلبنان؟ نعم بالفعل اليوم النازح السوري بلبنان عم بيعيش مأساة إنسانية بكل معنى الكلمة. نحن أكثرية الأشخاص، أكثر من 70% من الأشخاص اللي مسجلين معنا هم نساء وأطفال، ومعظمهم إجوا على لبنان ما معهم شيء غير الثياب اللي كانوا لابسينها وقت ظهروا، وبالتالي اليوم عم بيضطروا يعيشوا ببلد أصلا عم بيعاني من مشاكل اقتصادية، من مشاكل بنى تحتية، مياه، كهرباء. موضوع الصحة بلبنان غالي جدا، كان السوري بداخل سوريا معود إنه يدفع شيء كثير بسيط يعني مقابل علاج صحي بلبنان، العلاج يعني القطاع الصحي معظمه مخصص وغالي. موضوع التربية، موضوع الإيواء، يعني لبنان من هي أصغر الدول المجاورة لسوريا، واليوم عم بيستقبل أكبر عدد لاجئين مقارنة مع عدد سكانه بالمنطقة. بالفعل مأساة كتير كبيرة عم بيعيشوها، وضع كتير صعب مش بس على النازحين بل أيضا على اللبنانيين، المجتمع اللبناني يعني اللي سبقت له هلأ لأكثر من 3 سنوات صار عم يستقبل بكرم كتير كبير المجتمع السوري. فإذا الضغط اليوم مش بس على المجتمع السوري بلبنان بل ايضا على مؤسسات الدوله يلي عم تستقبل هالنازحين، على اللبنانيين يلي كمان عم بيتشاطروا المياه والكهرباء، وهذا الضغط على البنى التحتيه عم بياثر على المجتمعين. نحن كمفوضيه وعم نتعاون مع اكثر من 60 شريك على الارض، بالتعاون ايضا مع الحكومه اللبنانيه نحاول نوصل يعني اكبر عدد من الخدمات لهالمجتمع السوري الموجود، بنفس الوقت نحاول ندخل ببرامجنا المجتمع اللبناني يلي مباشره عم بيعاني من وراء ازمه النزوح. ولكن طبعا يعني اذا بدنا نقارن كل الموارد يلي وصلت، وصل كثير مساعدات على لبنان، بس اذا بدنا نقارن هالموارد يلي وصلت هالمساعدات مقارنه مع الاحتياجات يلي عم بتزيد يوميا، بنلاقي انه هالموارد ما بتكفي، وبالتالي نحن مضطر انه ناخذ قرارات كثير صعبه بوين بنحط هالموارد هالمصاري وباي قطاع، ونضطر انه نخصصها فقط للحالات الاكثر مستضعفه. لاعطيك مثل، اخر نداء تمويل نحن اطلقناه بشهر 12/2013 مع الحكومه اللبنانيه وهال 60 منظمه المتعاونه معنا بقيمه 1.9 مليار دولار، هيدا النداء لليوم فقط 13% منه ممول، وبالتالي هذا الرقم بيحكي طبعا عن نقص التمويل وضيق التمويل اللي عم نعاني منه كلنا. ما في اي مساعدات او ما في اي هيك بوادر بالافق؟ هلا نحن عم بيوصلنا مساعدات، ما بدنا ننكر يعني المساعدات يلي وصلت من الخارج، من الولايات المتحده، من الاتحاد الاوروبي، من دوله الكويت وغيرها، العديد من الدول. يعني هذيك السنه صرفنا 900 مليون دولار لهيدي الازمه، طبعا مش بس نحن وكل المنظمات مجموعا، ولكن مثل ما قلت لك العدد مليون هو عدد لا يستهان به. اليوم بطل فينا بس نحكي عن المساعدات للنازحين، نحكي كمان عن المساعدات والدعم للدوله اللبنانيه. فإذا اليوم كمان بيبقى الحل مش فقط موضوع المساعدات بل وجود حل سياسي طارئ للموضوع داخل سوريا، ليقدروا هالأشخاص يرجعوا على بلادهم، يبنوا بلادهم والعبء ينرفع عن لبنان. عم نسمع بالكواليس أو بهيك بين السطور إلى أنه هناك عم بيصير في مشاورات لا عودة النازحين السوريين، ولكن علما أنه كمان لما بنقرأ هيدي الأخبار كمان بين السطور بيقول إلى أنه حتى صعب يرجعوا لأنه معظمهم من المعارضة السورية.
السوري، فبالتالي بخافوا يرجعوا يتعرضوا لعنف او يتعرضوا للاذى. الى اي مدى صحيح هيدا الكلام؟ لانه معظم النازحين المتواجدين بلبنان هم من المعارضه. يعني بدي بس ارجع كاري، نحن معظم الاشخاص يلي مسجله معنا بالمفوضيه هن نساء واطفال، وكل اللاجئين المسجلين معنا يعني ما عندهم اي اذا بدك صفه عسكريه او اي صفه ممكن تعرضهم لاي خطر اذا كان موجود هذا الخطر، ولكن نحن عم نقول انه طالما الحرب ماشي، طالما هالاشخاص ما في مكان امان يرجعوا له، هن ما رح يرجعوا طوعيا على بلادهم، وبالتالي نحن مضطرين نقدم لهم هالمساعدات. عند لما بتسمع هذا الكلام، هل بتعتبريه هذا حرب من نوع اخرى على النازح السوري او على السوري بشكل عام؟ لطالما كمان ايضا بنفس النهار اللي اعلنتوا فيه رقم المليون، وزيره الشؤون الاجتماعيه بسوريا السيده كندا اعلنت لانه هيدا الرقم غير صحيح، يلي متواجدين بلبنان ما بيتجاوزوا النصف مليون، وهيدا الرقم تبالغ فيه المفوضيه وايضا وزاره الشؤون الاجتماعيه والمهجرين لطالما كانوا متواجدين ممثلين عنهم. نعم، يعني نحن يعني انا ما في ارجع غير اكرر واقول نحن عملنا انساني بحت، يعني ولا مره بتدخلنا باي موضوع سياسي او جدلنا مع اي طرف سياسي، نحن كل هدفنا يعني ايصال المساعدات اللي كثير بحاجه لها هالاشخاص المستضعفين حاليا. العدد اللي نحن بنكرر وبنقول هو فقط العدد اللي نحن مأكدين منه، يلي هو عدد الاشخاص يلي توجه لعنا شخصيا، ونحن كل سنه او كل ست اشهر هالاشخاص بترجع تعمل مراجعه، وفي حال رجعوا على بلادهم فاذا يعني بينشال ملفهم من عندنا من المفوضيه، لانه يعني اول اذا بدك اول شرط انه الشخص يكون لاجئ هو انه يكون ساكن خارج بلده وما بيقدر يرجع من وراء ظروف حرب او الى اخره. نعم. فاذا هذا الرقم هو الرقم اللي نحن مأكدين منه. جوال سريعا، اول شيء يعني في بعض المناطق عم تصبح امنه، في بعض اللاجئين او النازحين عم بيرجعوا ام لا؟ هلا طبعا في نزوح يعني الى سوريا وخارج سوريا عم بيصير بشكل يومي يعني على الحدود اللبنانيه، يعني والامن العام اللبناني والحكومه اللبنانيه فيها تاكد هذا الموضوع. طبعا في نزوح داخل سوريا، في اكيد مناطق بعد في كثير سوريين ساكنين فيها، ولكن الشخص اللي مسجل مع المفوضيه بس يجي يتسجل معنا بده يثبت بطريقه انه هو جاي من منطقه خسر بيته ما بيقدر يرجع، لانه في خطر على حياته وخطر على حياه عائلته. نعم، أخيرا جوال، نحن قادمين على موسم الصيف وحذرتوا من انفجار اقتصادي بشري جسدي على النازح السوري وعلى اللبناني، وأيضا نحن كلبنانية عم نعاني من عدة مشاكل اقتصادية، كهرباء، مي، ما شتت عنا المي، عم بيقولوا أنه حتى المي يلي توفرت ما بتكفي لا للبناني ولا لعدد النازحين المتوفرين، فبالتالي أيضا هناك في عنا مشكل بالطاقة. فشو متوقع بالصيفية يكون الأجواء بالنسبة للنازحين؟ نحن والحكومه اللبنانيه عم نسعى جهدنا انه يعني وسعينا انه دقينا نقطة الخطر الخميس الماضي، وقلنا انه اليوم لبنان ما بقى بيقدر يتحمل هيدا العبء، هيدا الازمه لوحده، وبالتالي اليوم على المجتمع الدولي انه ياخذ يطلع بحلول كثير سريعه وكثير طارئه للبنان وللمجتمع اللبناني والمجتمع السوري الموجود بلبنان. طبعا ما علينا غير انه نتامل انه هالمساعدات توصل للحكومه اللبنانيه، نحن كمفوضيه رح نكمل هذا الجهد ونكمل سعينا لتحسين الظروف معيشيه للاشخاص الموجودين هون، وكمان متامل انه يتلاقى حل للوضع بقلب سوريا ويرجعوا هالاشخاص على بيوتهم. شكرا لك جوال عيد، المتحدثه باسم المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين. مشاهدينا بننتقل لنتابع اطلاق موقع الكتروني جديد لمديريه قوى الامن ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمه بلغ ونظام شكاوي بحق عناصرها والعاملين فيها.